باللون البنفسجي نرحب بكم مشاهدينا في هذا اليوم الخاص، يوم مميز في حياة كل السيدات. 8 مارس نحتفل معكم في صباحية دوزان باليوم العالمي للمرأة، نحتفل كذلك بالعام السادس لصباحية دوزان. حلقة خاصة مع ضيوف، سترون ضيوف من اللائي نفتخر بهن هنا في المغرب. مرحبا بكم معنا. طبعا فهمتوها، ما يمكنش نتكلموا على 8 مارس على حقوق المرأة، على السيدة المغربية بدون حضور السيدة التي نفتخر بها هنا في صباحية دوزان. 6 سنين وهي مرافقنا، 6 سنين وهي المستشارة القانونية ديالنا، 6 سنين من النضال من غير سنوات الأخرى طبعا اللي قبل منها. معنا طبعا الأستاذة خديجة الروقاني، ضيفة ولكن شنقول لك ملكة بلاطو صباحية دوزان لنهار اليوم. أهلا بك أستاذة خديجة الروقاني. شكرا وصباح الخير سميرة. وصراحة هذا اللون اللي هو في الحقيقة شعار ديال الفكر النسائي في العالم وتك. الله يجزاك وثنا جميع كما تلاحظوا. شكرا لك أستاذة خديجة الروقاني، ما جيتيش بوحدك، معك جوج سيدات اللي تنفتخروا بهم تهما. علاش هاد السيدات؟ لأن إلى عقلتي أستاذة خديجة الروقاني في نهاية السنة الماضية قمنا بواحد ملخص للإنجازات المكتسبات القانونية التي تمثلت 2016 واللي تخص المرأة المغربية في عيدها العالمي. نود تسليط الضوء على الإنجازات ديال المجتمع المدني في نفس السنة، تقديرا من المجهودات اللي طالما تكلمنا عليها في بلاطو صباحية دوزان والخدمات اللي ستقدمها الجمعيات النسائية من أجل ضمان الحقوق ديال المرأة المغربية. فاليوم احنا متشرفين بحضور لاله زهرة الدغوغي اللي هي المنسقة الوطنية لمرصد عيون النساء بجهة تطوان الحسيمة، كذلك عضوة مؤسسة لجمعية السيدة الحرة. مرحبا بك لاله. مرحبا سميرة. هادو غير كلكو كاسكيت ملي تتحملي ياك. صباح الخير. صباح الخير لكل نساء المغرب ونساء في العالم. وهذا في الحقيقة 8 مارس بالنسبة لي هو صباح من أجل المساواة كنعتبره في هذا البلاطو. كذلك بالنسبة للجمعيات النسائية ف 8 مارس كيكون عندنا كل يوم، يعني عندنا 365 يوم. 365 8 مارس ماشي فقط 8 مارس، نظرا العمل اللي كنجزوه بشكل يومي مع النساء. تحية لكم. تحية لكم. معنا سيدة حياة نديشي كذلك من جمعية تطلعات نسائية، هي كذلك في هيئة المساواة على مستوى جهة مكناس وفاس. مرحبا بك لالا. اهلا وسهلا سميره. صباح الخير. صباح الخير للمشاهدين الكرام. عيد سعيد ايضا لجميع النساء ديال المغرب وجميع النساء المتواجدين على مستوى العالم. تمنياتنا هذه السنه ايضا تكون سنه دون تمييز لجميع النساء ان شاء الله. دليل على ان النضال النسائي ما كاينش غير يعني ما تنحصرش على السيدات اللي برهنوا على القدرات وعلى المجهودات ديالهم من هذه السنين. كاين جيل جديد صاعد تنفتخروا به على غرار الضيفة المميزة لنهار اليوم. هي عشان نقول لكم واحد السيدة أنا بعدا فاش اكتشفتها وفاش عرفت عليها حسيت بواحد الفخر كبير جدا. معنا اليوم لمياء بزير، غادي نقدموها لكم بعد لحظات. أهلا بك لالا لمياء. شكرا على الاستضافة سميرة. صباح الخير عليكم كاملين وصباح الخير على كل الشابات وكل النساء المتفرجات على البرنامج. أنا جد سعيدة بتواجدي معكم اليوم في هذا اليوم القيم بالنسبة للمرأة المغربية. الله يجازيك بخير، حنا اللي أسعد بالوجود ديالك. غير واحد نظرة، واحد إطلالة على الباركور ديال لمياء اللي عندها 26 عام، لكن هي خريجة جامعة الأخوين هنا في المغرب، خريجة جامعة هارفارد، جامعة كولومبيا. هي كذلك تم اختيارها لتمثيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بنيويورك لمدة سنة. هادشي غير شوية من بزاف اللي غادي نعرفكم عليه بالنسبة للمياء. هي كذلك مؤسسة جمعية تمكين المرأة في الأطلس، Empowering Women in Atlas. غادي نتعرفوا على هادشي كله بالتدقيق مباشرة من بدأ الحديث على يعني كل الإنجازات اللي قام بها المجتمع المدني لسنة 2016. بقوا معنا.
واحد تقييم شامل من عندك أستاذة خديجة الروقاني للعمل ديال المجتمع المدني في سنة 2016. ما نديروش مقارنة مع العمل ديال الحكومة وديال السلطات المعنية، لكن بغينا نتعرفوا على العمق ديال العمل ديالهم. شكرا سميرة. ربما كتقصدي العمل ديال الحركة النسائية المغربية، تماما يعني جمعيات نسائية الديمقراطية. هو في الحقيقة هذا مسار طويل وتاريخ طويل وشاق ديال الحركة النسائية الديمقراطية، اللي بدا يعني منذ سنوات طويلة حتى مع أخوات الصفا، يعني منذ حتى قبل حصول المغرب على الاستقلال دياله، وبقى استمرارية ديال هاد الحركة النسائية، وهي برزت أكثر في نضالها من أجل تغيير مدونة الأحوال الشخصية السابقة، واللي الآن تغيرت بمدونة الأسرة، واللي في الحقيقة هذا إنجاز كبير يحسب للمغرب الحديث. كان لهم يد في هذا التغيير؟ طبعا يعني منذ عشرات السنوات وهي تطالب بتغيير تغيير جذري والشامل لهذه مدونة الأحوال الشخصية، لأنها كانت في الحقيقة كتكرس الدنيا ديال المرأة، مليئة بالتمييز، المرأة اللي هي موضوع ديال الزواج ماشي طرف فيه، ما عندهاش الحق في إنهاء العلاقة الزوجية، الكثير من الحقوق اللي ما كانتش، وهذا الشيء علاش كنا كنسمع المرأة رجعوها للبطاعة، يعني الكثير من الأمور اللي ماسة في الحقيقة بالكرامة دي النساء واللي ما كتواكبش يعني الاتجاه اللي غادي فيه التاريخ واللي غادي فيه التقدم واللي غادي فيه المجتمع ديال البلاد. وفعلا يعني كانت أذان صاغية من المؤسسة الملكية اللي كانت عينات اللجنة الملكية الاستشارية، واللي بالمناسبة كانوا فيها نساء اللي كانوا جو لهم تحية لأنهم خاضوا حتى هما واحد داروا واحد العمل ما غنسميه الصراع داخل اللجنة الملكية. وكذلك في نفس الوقت ندعو بالرحمة ونتذكر السي محمد بوستة اللي توفي مؤخرا، واللي كان هو الرئيس آخر رئيس ديال هذيك اللجنة الملكية الاستشارية، واللي كان استقبل آنذاك الحركة النسائية الديمقراطية اللي كانت ممثلة في ربيع المساواة. وهذا يعني واحد الوجه آخر ديال الحركة النسائية، لأن استراتيجية ديال العمل ديال الحركة النسائية عرفت فهموا الجمعيات بأن كل جمعية بوحدها من الصعب أن تؤثر في أصحاب القرار السياسي من أجل إحداث التغيير اللي كان تصوره. لذلك اشتغلوا التحالفات، كان ربيع المساواة على مدونة الأسرة، كان الربيع النسائي الديمقراطي والمساواة على الدستور، وحالياً كاين تحالف ربيع الكرامة اللي كيشتغل على التشريعات باش تحمي النساء من العنف والمساواة. كاين تحالفات أخرى أستاذة خديجة؟ نعم، كاين مرصد عيون نسائية اللي غادي تمثلو الأخت زهرة، كذلك كاين عدة تنسيقات أخرى، يعني واحد التنسيق اللي كتقود الربيع الديمقراطية لحقوق المرأة. ما تنميزوش يعني بيناتهم، حنايا هنا يجينا باش نديرو لهم تكريم ونحييوهم على العمل النبيل اللي تيقوموا به في سبيل حقوق المرأة. فشفنا معاك يعني الحركة النسائية الديمقراطية وتبارك الله العمل اللي قمت به، ما كرهناش نتعرفوا على الملخص ديال الانجازات ديال 364 8 مارس ديال الجمعية ديالكم استاذة. انا بغيت نطلب منا حاجه في البدايه، هو ان تعطينا واحد الفكره موجزه انا شخصيا كنعرفها، ولكن بالنسبه للمشاهدات اليوم العالمي للمراه، نموذج ديال الاخر ديال النساء في المغرب، ان تعطينا فكره على السيده اللي كتحمل الاسم ديال الجمعية ديالهم، كما مثلا الجمعية المغربية لحقوق النساء للدفاع عن حقوق النساء في الدار البيضاء عندها جوج المراكز، واحد كيحمل اسم حبيبة الزاهي اللي هي مناضلة كبيرة كتوفات، ومناضلة أخرى فاما اللي كان سبق وذكرنا عليها. فنمشي بالنسبة للجمعية ديال السيدة الحرة. شكرا خديجة. بالفعل في الحقيقة أنا جيت نمثل مرصد عيون نسائية، وكذلك لي الشرف أنني نمثل جمعية السيدة الحرة اليوم، لأنني من ضمن المؤسسات هذه الجمعية مع مجموعة من الأخوات المناضلات. جمعية السيدة الحرة استلهمت الاسم ديالها من شخصية معروفة، كنظن دوزيم راها ماشي بعيد بزاف، كنقدم مسلسل، ولكن مزيان نهضر عليها انا كنسائيه والبعد السياسي والمقاربه اللي خدتها الجمعيه ديالنا كجمعيه نسائيه، بحكم ان واحد الاخت معنا صديقه ناجيه حكيمه بحثت ولقات هاد ملكه مدينه تطوان في القرن الخامس عشر، يعني كشخصيه سياسيه كان عندها واحد القوه ديالها، كان عندها واحد المكانه ديالها، ولعبت واحد الدور مهم في ذاك المكان
المرحلة. إذا الاسم السيدة الحرة استلهمناه من هذه الشخصية بحكم أننا كجمعية نسائية انطلقنا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، لأن الجمعية ديالنا كتشتغل بجوج المستويات، البعد الجهوي والبعد الوطني منذ الانطلاق ديالنا. هذاك الشيء قلتي عندكم تبعد وطني، يعني ما تستخدموش على الجهة ديال الشمال. لا، على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة خدمنا هاد 20 سنة، يعني لأن الحركة النسائية كتزاول ما بين ما هو خدماتي في واحد المرحلة ومن ضمنها جمعية السيدة الحرة، وكذلك ما هو نضال على مستوى تغيير القوانين من خلال تقديم مذكرات، من خلال المسيرات، من خلال الإحصائيات كمرصد عيون نسائية حاليا منذ 2006، واللي هو واحد شبكة لمكونة من مجموعة ديال الجهات، مجموعة ديال الجمعيات فاعلة، جمعيات كذلك اللي كتحمل مقاربة واحدة هي مناهضة العنف ضد النساء، مناهضة كل أشكال تمييز ضد النساء والعنف كيفما كان الشكل دياله، العنف القائم على النوع الاجتماعي، يعني العنف القائم على التراتبية وعلى التمييز بين النساء والرجال على مستوى المكانة للمرأة داخل المجتمع، يعني المكانة، ذاك المكانة الرمزية اللي عند اللي كاينة في الأدوار الاجتماعية، وكذلك على مستوى القوانين بحكم أن بالفعل دابا اليوم كنعرفوا 2017 دخلنا في 2017 واليوم حنايا 8 مارس، وكنتمناو أننا لأننا حنا كحركة نسائية كنا كنصدروا قانون ديال مناهضة العنف، كنصدروا حركة القانون كذلك ديال هيئة المناصفة، وكان ننتظروه بواحد، رغم اننا كحركه نسائيه كانت عندنا واحد المجموعه ديال التحفظات، كانت مجموعه ديال المطالب واللي جاوب على الواقع ديال العنف اللي بالفعل. كان يعني وضحتوه في اخر تقرير ديال مرصد عيون النساء. غادي نشوفوا اكيد غادي نشوفوا كذلك النظره ديالكم والنظره ديالكم لمستقبل المراه، وكيفاش تشوفوا يعني القوانين اللي خاصها تكون وتدخل حيز التنطيق لحمايتها. مباشرة من توقفوا واحد الوقفة قصيرة جدا مع هدى جنان، فقرة نصائح اليومية، ونرجع عندكم. صباح الخير سميرة، صباح الخير على جميع المشاهدين والمشاهدات. كنقدم لكم احر التهاني بالنسبة لهذا اليوم الجميل، يوم 8 مارس، ولهذا كنقدم لكم واحد شوية ديال الورود اللي يمكن لكم تزينوا بها البيت ديالكم بطريقة اللي هي جد سهلة وكذلك اللي كتجي مشيكة وجميلة. الوغ شنو اللي غادي نعتمدوا عليه؟ غادي نعتمدوا على واحد لي كونتونون اللي هما شوية مبدلين على اللي معتادين، وهما صغارين ما كيهزوش بزاف ديال الورد، وكذلك كيجيو جميلين بزاف. دونك هنا كما شفتوا عندنا الفتحة ديال الفاز هنايا، يمكننا نديرو فيها الماء. غادي نعتمد هنا على واحد الوريدات اللي هما دابا متواجدين الموسم ديالهم، كيجي المنظر ديالهم كما قلت لكم جميل وما غاليينش. غادي نقطعوهم ما يجيوش كبارين، نخشيوهم هنايا لداخل ديال، من بعد بطبيعة الحال ما تكونوا عمرتوه بالماء يمكن لكم غادي ديروهم على هذا الشكل، وغادي نحطو على جانب. دونك غادي يجي الورد شويه خارج من هذا الجنيب. غادي نعتمد كذلك على هاد بحال دي فاز اللي هما ولاو دابا كنشوفوهم بزاف محلولين، بحال اون بونبونيير ولا هكا اللي غادي تكون محلوله. هنا غادي ندير فيها الوريدات اللي غادي نقطع، غادي نقطع لهم بحال غير الرويصات ديالهم على هذا الشكل هذا. هادي كل اشياء كيمكننا نزينوا بها البيت اللي عفوا ما كتقمش علينا غاليه، وكذلك كتجي المنظر ديالها كما قلت لكم جميل. كنخرجوا كذلك على المعتاد دائما لو فاز اللي كيكون الطريقه اللي تيكون طويل، فهنايا غادي ناخذوا دي فاز في شكل اخر. دونك هذا غادي نحطو على جانب. هنا اختاريت لكم قريعات كنا فتنا خدمنا بهم. هنا هاد القريعات هادو غادي ناخذ لو تول اللي غادي نزين به، غادي نعقدو غير بحال هكذا. دونك غادي تشوفوا لا بوند ما غالياش، ما عريضاش بزاف، غادي نديرو لها على هذا الشكل غير ان في الراس ديالو. الا جانا طويل بزاف غادي ناخذ المقص ونقطع شويه الجنيبات هنا من هاد الجنب ومن هاد الجنب، وغادي نحلهم على هذا الشكل هذا، يجوا بحال ان بابيون محلولين، تعطي واحد المنظر جميل للقريعات وسهل باش نوجدوهم. على هذا شنو غادي نستعمل فيه؟ غادي ناخذ واحد
وحده اون تيج ديال فلوغ دو ليس. يمكن لكم ديروا لي غوز، يمكن لكم ديروا اللي بغيتوا. حنايا غادي ناخذوا لا فلوغ دو ليس، غادي نقطع منها شويه الطول، ماشي طويله بزاف. هنا نديروها على هذا الشكل، نحطوها في هذا لا بلو. فوالا نديروها على هذا الشكل. غادي ناخذ واحد الوريده اخرى اللي حتى هي دابا متواجده بزاف والمنظر ديالها جميل. غادي نديروها سميتها هذه لا ماريليس. غادي نخشيها مع هاد لا فلور دو ليس على هذا الشكل هذا. فوالا، وغادي ناخذ واحد الوريده من هادو اللي غادي نحطها هنايا في الداخل. دونك غادي نحط هذه على جانب، نحلهم بطبيعه الحال، وناخذ هذا غادي ناخذ فيه، غادي نستعمل هذا الورد هذا اللي حتى هو دابا متواجد بزاف، كنلقاوه موجود وما غاليش. فاحنا ديما كنقولوها المغرب تبارك الله فيه الورد بزاف، فخصنا نستافدوا منه ونستعملوه في الديور ديالنا اللي مالا. غادي نقطع حتى هذه، نقطع منها شويه باش يجينا واحد طويل واحد قصير، نخيوها على هذا الشكل. دونك هذه هي التشكيله، غنشوفوا كيفاش غادي يمكننا نحطوها. فإلا بغيتوا بطبيعه الحال كيمكن لكم تحطوا كل واحد بوحديته، فهو كيجي جميل وكيعملنا بحال فوق الطبله اولا فوق شي كوموند الا بغيتوا، ولا نحطوهم كوم ان سونتر دو طاب الا جمعناهم كاملين. غنوريكم كيفاش غادي يمكننا نحطوهم. دونك غادي نحطوا هاد لي فلوغ على هاد الشكل هذا، نحط بيناتهم هاد القريعه اللي هي كبيره. غادي نجيب كذلك هاد لو بوكي كما شفتوا اللي درناه في هاد القرعه هادي. اسمحوا لي حلقي شويه كيمشي ويجي. نديروا هادي كذلك على هاد الشكل، نفس التشكيله غادي نحطوها. غادي نديروا هادي من هنايا، غادي نحط هاد القريعه، وغادي نجي في الوسط نحط كذلك هاد لو روز على هاد الشكل هذا. دونك فوالا، دونك هذه هي التشكيله اللي جبت لكم هذا النهار. كنتمنى انها تكون عجبتكم وبالصحه وراحه كما شفتي سميره. تانا في الورد جبت لكم لو موف. اذا غادي نرجعوا للتصور ديال النساء المجتمع المدني المناضلات، التصور ديال مستقبل المراه المغربيه في هذه البلاد هذه. غادي نعطيو الكلمه للاستاذه خديجه الروكاني. جميله سميره، انا استقبلوا 8 مارس بهذا الورود، وكنشكروا عليهم هدى جنان اللي اختارت هذه الذكرى لهاد، واختارت الوينات هما هذوك، اختارت هي الوينات هما هذوك. جميل جدا، ولكن 8 مارس ماشي فقط غير للاحتفال. 8 مارس هو واحد المناسبة من أجل تقييم المنجزات، من أجل محاسبة الحكومة على أشنو دارت بالنسبة لنصف المجتمع الآخر المتكون من النساء اللي كيعاني من التمييز، كيعاني من العنف، كيعاني من الإطالة. محاسبة هي كلمة شوية صعيبة. لا أنا غادي ندير واحد هو سميرة، هذا هو الدور ديال المجتمع المدني، لأن كيقوم به الدور، لأن التغيير ماشي فقط كيقوم يعني به الفاعل السياسي على تطبيق أو لا على تطبيق القوانين، تقييم ديال السياسات العمومية، تقييم ديال المنجزات، تقييم ديال التشريعات. لأن الانتخابات شنو هي الانتخابات؟ الانتخابات هي واحد المحاسبة للأحزاب السياسية. صحيح، يعني اللي خدم كنعاودوا كنصوتوا عليه وكيعاود يطلع ثاني تحمل. أستاذة خديجة الروكاني، واش عندهم واحد الشرعية قانونية للجمعيات المدنية أو المجتمع المدني أو الجمعيات النسائية؟ طبعا هي شرعيه، لان اولا منصوص عليها في الدستور. ثانيا قبل ما ينص على الدستور هي فارضه نفسها، وان هي واحد يعني واحد دينامو اللي كيخلق الاحداث ماشي غير الحدث. واش داخل المغرب وكيدفع بالعجله ديال التغيير، لان هي تقترح، تطالب، تضغط، كتقوم بالتحسيس، تشخص يعني الواقع، كدير العديد من الامور، وحتى هذا جزء يعني من العمل اللي كتقوم به جمعيه اخرى اللي حاضره معنا اليوم. اللي غادي نتعرفوا على الجمعيه ديالها اللحظه. فلاله حياه نديشي، انت من هيئه المساواه على مستوى جهه فاس مكناس، كنا نتمنى ونستقبلوا سيدات من كل يعني جهات المملكه من الشمال للجنوب، لكن اكتفينا بجوج ديال الوجوه بارزه في المغرب معنا. لاله حياه نديشي، كلمينا على الجمعيه ديالكم تطلعات نسائيه.
جمعية تطلعات نسائية هي جمعية أيضا تأسست يعني من التسعينات، من تقريبا 1999. اشتغلت على جوج ديال لو فولي في البداية، دونك اشتغلت على التمدرس ديال الفتاة القروية، واشتغلت في الشق الثاني على مناهضة التمييز والعنف ضد النساء. طبعا المركز ديال، بالمناسبة المركز ديال جمعية تطلعات نسائية سميتو مركز 8 مارس. جميل. دونك احنا كنشتغلوا على تتبع أيضا السياسات العمومية في مجال مناهضة التمييز ضد النساء. يعني كنشتغلوا كما كتهضروا دابا على تشخيص ديال واقع العنف من خلال الرصد ديال العنف باشكاله المختلفه، سواء على مستوى الاحصائيات والارقام. وبالمناسبه احنا ايضا اعضاء في مرصد عيون نسائيه، ومن الجمعيات المؤسسه لمرصد عيون نسائيه. الله يخليك، بغيت نسولك هذه الارقام وهذه الاحصائيات اللي تقوموا بهم تعطيوهم للسلطات المعنيه؟ احنا كنقدموا تقارير وطنيه. كنقدموا تقارير وطنيه هي متاحه للجميع، يعني الاطلاع عليها سواء على المستوى الوطني ولا على المستوى الدولي، وتيرتكزوا عليها باش يقوموا يعني حنا كنشتغلوا عليها. طبعا هما كياخذوها بعين الاعتبار، وحنا ايضا في المجال ديال الاشتغال ديالنا كناخذوها. يعني ما تنتصوروش الخدمه ديال واحد القانون واحد التشريع بدون الخدمه ديال الجمعيات اي مذكره او اي ترافع كيستند بدايه على الدراسات، على الاحصائيات، على تشخيص ديال الواقع ديال اي مثلا موضوع اللي كنشتغلوا عليه. عاد كنطلقوا يعني المجال المعرفه كيجي هو الاول في الدرجه الاولى في مجال ديال الترافع. وبالتالي حنايا الاحصائيات كنشتغلوا عليها سواء من خلال الرصد، نقولوا ماشي غير الارقام، حتى تنرصدوا حتى حالات، حتى وقائع معينه. بحال دابا مثلا كنشتغلوا على تتبع والرصد ديال البنيات ديال تكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المحاكم، على مستوى المستشفيات، على مستوى الدرك. يعني كنشوفوا الواقع ديال هاد الخلايا. كنشوفوا ايضا كيفاش، واش كاين الصح التسهيل ديال الولوج، جزء من استراتيجيه ديال الدوله. نعم. دونك كنشتغلوا على واش فعلا هناك سهوله للولوج للنساء للعداله، او لا ما كايناش هاد السهوله هذه. انتما تقدموا خدمات للسيدات؟ يعني تيجيو عندكم السيدات تطلبوا العون والمساعده؟ عرفتي سميره، كل كلمه تقالت يعني مراها خبره كبيره وسنوات ديال العمل. أكيد. ملي كنقولوا واش النساء عندهم الولوج السهل للعداله، راه ما تصوريش هذا المحور شحال تم اشتغال عليه. ملي كنقولوا مناهضه العنف، راه ماشي غير كنجيو نشوفوا شهاده طبيه وتمشي، لا، كاين فيها تدعم القدرات ديال النساء، كيدار لهم تكوين، كنشوفوا اشنو خاص ديك المراه هي اصلا باش ممكن انها تناهض هذاك العنف اللي كتعرض ليه. كاينين النساء مثلا ما قارياتش، ما عندها لا تكوين لا خدمه، ما يمكنش ليها هي تواجه هذاك العنف، خاصنا ندعموا القدرات ديالها، نشوفوا فين ممكن انها تعطي، وكيدار ليها تكوين، وكتم المواكبه ديالها، تكدير مشروعها، او انهم كيساعدوها في اطار شراكات باش كتلقى العمل. هذا يعني الشغل، كل حاجه، هذا الشغل تيتطلب موارد بشرية ومالية كثيرة. منين تجيكم؟ في الحقيقة أول موريد هو التطوع. أكيد. كالعادة. كيصعب، لأن كما قالت صديقة خديجة، لأن الحركة النسائية في منذ التسعينات وهي كتزاوج ما بين العمل الخدماتي وعمل القرب مع النساء على جميع الاشتغال على الحقوق الإنسانية النساء في جميع المجالات. وفي هذا الإطار يعني كانت كثير من المشاريع في إطار تمكين النساء، كذلك مراكز استماع نساء ضحايا العنف، وكثير من المشاريع في مجالات التكوين المهني والتكوينات اللي كنتمكن النساء. ولكن واقع الحال النساء، واقع الحقيقي اللي كنعيشوه والإكراهات اللي عندنا، لأن كاين بالفعل كانت واحد المرحلة جد مهمة، واحد المرحلة اللي خصنا نتمنوها، لأن الحركة النسائية اللي عندها طبعا البعد السياسي والحقوقي، واللي دائما خضت المقاربة الديمقراطية في تغيير القوانين على مستوى حقوق النساء. العمل اللي كنقوموا به كحركة نسائية هو العمل جد مهم، ولكن كتبقى المسؤولية الدولة هنا، لأن هذا العمل ديال دعم القدرات النساء مزيان نقوموا به كجمعية نسائية، ومزيان نرافقوا هاد النساء، ولكن بحضور السياسات العمومية، لأن في غياب السياسات العمومية هي المسؤولة، الدولة هي المسؤولة، مع دعم ديال المجتمع المدني بتصور الواضح، بالرؤية الواضحة. يعني انطلاقا الدعم هذا، لا، أنا كنهضر على ماشي على غير الدعم المادي، حين كنقول الدعم
العام، يعني الحضور ديال الجانب ديالكم ماشي فقط الحضور، يعني مسؤوليه الدوله المركز ديال كاين عمل كيدير به المجتمع المدني، ولكن العمل ديال المجتمع المدني لا يمكن ان يعوض الدوله. ما يمكنش المجتمع المدني يبقى يخدم الدوله واحد المسؤوليه عندها ما كتقومش بها، مثلا مراكز الايواء، لان المسؤوليه صعيبه، هذه خصها تكون مسؤوليه ديال الدوله. العديد من الامور، مثلا هذا الدعم ديال القدرات ديال النساء، التكوين ديال النساء، العمل ديال النساء، محاربه البطاله في صفوف النساء، الفقر في صفوف النساء. انا عندي لكم واحد السؤال، العمل الجمعوي كاين في كل المدن المغربيه تبارك الله، انتم حاضرين، واش تفكروا في المجال القروي؟ انا هنا معنا لمياء بازير اللي ما شاء الله عليها تخصصات في السيدات اللي كاينين في الجبال ومشات قربت لهم. شنو هو لو كونستا او لا شنو يعني التصور ديالك للحياه ديال هاد النساء هاد؟ هي اولا انا مشيت لهذه المنطقه حيت كنت كندرس في جامعه الاخوين، تحت لي الفرصه ان نتلاقى مجموعه من النساء من قريه ادغاغ عين مرسى اللي كنحييهم من هذا المنبر. وانا الصراحه اللي شفت تما ما شفتش التهميش والفقر هو اللي جعلني انني نتجند ونبغي نعطي لهذه المنطقه، بل انا شفت قدرات كبيره عند النساء. فالنساء القرويات ماشي نساء فقيرات محتاجات منسيات، فهما نساء قويات جدا، عندهم قدرات، عندهم رؤيه، عندهم طموح، وعندهم اعمال كيقوموا بها من اجل المجتمع ومن اجل الاراضي ديالهم. فاذا انا ما شفت كاين هالطاقه الكبيره، ولكن لانها مزيوده في مناطق نائيه اللي كيصعب عليها الولوج الى المعلومه والى الخبره والى التمويل والى الفرص، هذا الشيء كيجعلها ما تلعبش هالدور بنسب اكبر، وهذا خساره بالنسبه للبلاد ديالنا. فاذا انا كنقوم بهذا العمل لكسر هذا الصورة النمطية والسلبية والهشة بالنسبة للمرأة القروية، باش نقول إذا بغينا نتقدموا كمغاربة خاصنا نستثمروا في كل المغاربة اللي في المناطق القروية وفي المناطق الحضرية بدون تمييز. رأس المال البشري ما أصبح يسمى رأس المال البشري، ولكن رأس المال البشري ماشي الموارد البشرية في المدينة فقط، حيت كاين واحد التصور بعض الأحيان نموذج التنمية كيكون نمي المغرب الحضري، والمغرب الحضري غيعطي شي حاجة للمغرب القروي، هذا غلط. أدون هذا هو العمل ديالكم في المجال القروي. حنا بالنسبه لنا فاش تديروا دوك الكونستا ولا وي، بالنسبه لنا كجمعيه السيده الحره هذه واحد اكثر من 6 سنوات دائما كنشتغلوا في المجال القروي، ماشي بشكل كبير، ولكن كانت عندنا دراسات كثيره وكنعملوا ملي انطلقنا وحنا كنشتغلوا مع المراه القرويه على مستوى قوافل تحسيسيه، وكيكون كنكون في ذاك القوافل قدمنا المعلومه اللي ناقصاهم كثير من الخدمات اللي مهمه بالنسبه للنساء ديال التوعيه، خدمات اللي عندها علاقه بالصحه الانجابيه ديال النساء، خدمات كذلك كانت كتقدم. هادشي كافي في غياب يعني اللي خاص ديروا الحكومه؟ ماشي لا طبعا، باش كما قلت لك دابا المجتمع المدني خاص يجي يضرب في الطعام، ما يمكنش المجتمع المدني ما غيعوضش الحكومه. المجتمع المدني ودابا حاليا في اطار الاليه الحوار الديمقراطي والاليه التشاوريه، المجتمع المدني كيكمل الدوله، كيكمل مثلا المجتمع المدني. الجمعيات النسائيه هي شريك سياسي للدوله والحكومه، ولكن هي شريك مستقل، ما تبعش الحكومة طبعا، ما تبعش يعني الأحزاب السياسية، هذا ما تستفدش من دعم الحكومة، يعني الحكومة ما تتعاونكمش ماديا أو لا؟ هو سميرة الحديد ذو شجون على الدعم ديال الحكومة، هذا الموضوع ديال الدعم لأن خاصة بلاش صافي بلاش لكننا نتمنى مثلا جمعية السيدة الحرة سبق لا كانت برمت شراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، ولكن هذاك الدعم كان ضعيف جدا لأن هذاك الدعم ما كيغطيش الحاجيات ديال الجمعية، زائد الدعم اللي كيخصو يتعطى للجمعيات كيكون مبني على من أجل تقديم الدعم بالفعل. هذه كان فيها مشكل لان كاين جمعيات تستحق الدعم، ولكن يعني الله يهديك اكثر من هكا اكثر من هادشي. انا بغيت في الحقيقه عجبتني لمياء، ماشي غير لمياء عجبتني، يعني كل مراه كنشوفها في هاد لاج في هاد السن 23 عام 24 26 هاد الشابات اللي طالعين جديد في المغرب وحاملين هاد الفكر وهاد العمل التطوعي كيفاش يساعدوا هاد النساء ويدعموهم بهاد الرؤيه
التسوق. بالفعل يمكن دابا لمياء من خلال التجربه ديالها وكيتبان ان كبدات كتراكم تجربه مهمه، كتشتغل مع النساء القرويات كنقولوا يعني تقدر تعاونكم مزيان. لا غتعاوننا دائما، كاين واحد الاستفاده. انا تارني فيها واحد الجانب اخر، ويمكن هي واحد العين اخرى على الحركه النسائيه بالضبط. هذاك الشيء اللي بغيت نقول، وانا دارت البحث ديالها في جامعه الاخوين على الجمعيات النسائيه. هي كلاميه قمت بواحد البحث على الحركه النسائيه المغربيه منذ ومنجز باللغه الانجليزيه، وفي الحقيقه تستحق الدعم من اجل الترجمه. ترجمه انه غادي نستافدوا، غادي نستافدوا منه سيداتي. واحد الوقفه هي غترجموا لنا. لا مع الشف هادي، انا حنا فكرنا بان مادام هذا عيد المراه، علاش الرجاله ما يدخلوش اليوم ويديروا لنا واحد الهديه لكل النساء؟ كل راجل يفكر في مراته ويدير لها واحد ان بلا ان غوبا ولا ان ديسير كادو بمناسبه 8 مارس. وهذه المسؤوليات المشتركه اللي خصها تكون بين الزوج. صحيح. صباح الخير سميره، صباح الخير مشاهدينا الكرام. اليوم غادي نقدم لكم واحد الكاطو بلا فرن، تقريبا كيشبه التشيز كيك، ما كيشبهش يعني كيشبه الكاطو. طريقه سهله غادي نقدروا نعطوها للرجاله اللي قدو يديروا شي حاجه للزوجات ديالهم او للاخوات ديالهم. هذه بالنسبه هذه الوصفه، هذه بالنسبه للرجال بطبيعه الحال. طريقه سهله ما تاخذش الوقت بزاف، داكشي علاش حنا بسطناها الى اقصى درجه. اول حاجه تناخذوا شويه ديال البسكوي على حسب الحجم ديال القالب اللي غادي نحطوا فيه. بطبيعه الحال المقادير تلقاوها على الشاشه. تناخذ شويه ديال البسكوي، من بعد تناخذ شويه ديال الزبده باش نديروا ديك لاباز ديالها، الزبده تكون مذوبه. تنجمعوا هذا الخليط بالطريقه هذه، وفي نفس الوقت كنجديو الزبده شويه بشويه، ونحاولوا ما امكن ما نكثروش الزبده، لان الا حتى مشي كثرنا الزبده ربما غتجينا ميدمه بزاف، ميها بزاف، دونك ما غاديش تشد. ولا في حاله ما الا نقصنا لها الزبده وحطيناها واحد المده ديال يعني ما صايبناش، خليناها واحد الساعه ولا شي حاجه كتفرتت لينا، ونحاولوا ما امكن نديروا فيها القياس غير بشويه بشويه كنزيدوها الطريقه هذه. يكفي انها هذه صافي تشربت شويه ديال الزبده باش تجينا سهله، لان غادي نخلوها تبرد واحد نص ساعه في الثلاجه. كناخذوا قالب بحال هكذا ديال الحلويات، يكون كبير او لا صغير على حسب الحجم اللي باغي ديرو. حطوه هنا، تنستفوها هكذا، كنحطوها بحال الطريقه هذه، كنستفوها مزيان. من بعد كنحطوها في الثلاجه واحد نص ساعه حتى كترتاح مزيان. شنايا خصني نخدم لاباري ديالها؟ شنو كندير؟ كناخذ فغوماج الجبنه ديال الجبنه ديال الكريمه، كناخذ منها واحد المقدار ديال 200 حتى 250 غرام، تنخلطها مزيان بحال هذا الشكل هذا. واللي بغى يدير خلاط كهربائي ما فيها مشكل، يقدر يدير خلاط كهربائي، ولكن انا بغيت باش تجيكم سهله على الناس اللي ما تيبغوش يستعملوا هاد يعني خلاط كهربائي، غير بغى يديروا غير باليد. تندير فيها واحد 75 غرام ديال السكر بني، من بعد تنزيد لها واحد 55 غرام ديال السكر عادي. تنخلط هاد المقادير كلها حتى كتجانس مزيان. من بعد تندير الغبره ديال الكاكاو، حتى هي تنزيدها هنايا. ما فيها باس الا الرجاله دخلوا واحد النهار الكوزينه وصايبوا هذا الشيء للعيالات ديالهم، يعني ساهله ما تاخذش الوقت بزاف. حتى كيتخلط هذا الشيء مزيان بحال الطريقه هذه. من بعد شنو تندير؟ تناخذ القشده الطريه وتنبقى نزيد شويه بشويه شويه بشويه بحال الطريقه هذه، حتى كنجمع هذا الخليط كله وكيجي سائل. تنزيد واحد شويه، هي الا كان بغيتو ديروا جاتكم صعيبه بلي، تقدروا ديروا بخلاط كهربائي او لا فشي يعني ساهل، تقدروا ديروا بخلاط كهربائي كيهز لكم 5 دقائق ديال الخدمه لا اكثر. تنبقى نخلط هذا الشيء كله بيدي بحال هذا الشكل هذا،
حتى كيتجمع ليا مزيان هذا الخليط هذا، وفي نفس الوقت كنزيد القشده الطاريه. وكناخذ هنايا واحد شويه ديال اللي ذوبتو ديجا ديال الشوكولات، كناخذو كنزيدو حتى هو هنايا باش بها هذه هي اللي غادي تجمع ليا هذا الخليط هذا، هذا الشوكولات هو اللي غادي يجمع ليا الخليط هذا الطريقه هذه. كنزيد فيه واحد القبيصه ديال الملحه، واحد شويه ديال الملحه، نص معلقه صغيره كما تشوفوا. الخليط تجانس مزيان وتجمع. شنو تيبقى ليا؟ تناخذ المول تنحط فيه هذا الخليط هذا، وبلا ما تندخلوا الفران الطريقه هذه. من بعد كنساوي هذه الحشوه هذه، بعد ما كتكون يعني كتكون شدات مزيان العجينه، كتكون شدات راسها مزيان، داك البسكويت كيكون شد راسه مزيان باش ما تفتت ليناش ديك العجينه ملي كنحطوا هذه الحشوه هذه. وكان كنكملوا كل شيء، من بعد كنحطوها في الثلاجه واحد المده ديال جوج حتى جوج سوايع ونص، وتنخرجوها ونقدوا نديكوريوها مثلا باي حاجه بغينا. وانا غادي نوريكم ملي نكمل نوريكم الشكل النهائي كيفاش جات. كما تلاحظوا الوصفه ديالنا هي هذه، خدينا الفواكه الجافه طحناها ودرناها على الجناب وحطينا شويه د الفرومبواز. ممكن لكم تزوقوا باي حاجه عندكم وكنقدموها لكم بالصحه والراحه. اذا معكم سيداتي غادي نختموا بنوطه ايجابيه. كما قلنا في الاول ديال البرنامج غادي تعطيونا واحد الملخص على الانجازات اللي قامت بهم قامت بها الجمعيات ديالكم مشكوره طيله هذه السنه، كذلك واحد التصور للمراه المغربيه في الفيتور في الافق المقبل ان شاء الله. استاذه تغوري، في الحقيقه كيصعب نقول التصور، ولكن يمكن شمسه تطمحي ليه بالفعل. كيفاش تشوفي انت المراه المغربيه في المستقبل؟ شنو خاصه؟ ان المراه المغربيه خاصها الكثير، ولكن المراه المغربيه يعني خطات خطوات جد مهمه، ولكن كيبقى في نفس الوقت كاين مازال المشكل ديال التمييز ضد النساء، مازال المراه كتعيش اوضاع التهميش والفقر. اذا دورنا والمهام اللي مطروحه علينا وعلى عاتقنا كحركه نسائيه وكجمعيات نسائيه ذو البعد التنموي الديمقراطي، خصنا نتملكوا الاليات ديال الديمقراطيه التشاوركويه، واللي ربما اليوم معنا صديقه وانا كذلك منسقه هيئه المساواه من خلال هذه الاليه الديمقراطيه التشاوركيه اللي كما قلت دابا ما كتعوضش الديمقراطيه التمثيليه يعني المنتخب، او كذلك ما كتعوضش مسؤوليه الدوله، ولكن هي تكمل. اذا حنا كجمعيات نسائيه وحقوقيه وديمقراطيه خصنا نتملكوا المعرفه من اجل خلخله، لان عندنا تحدي ثقافي كبير، خلخله هذا الفكر الذكوري الدوني، خلخله هذه التراتبيه في المكانه الاجتماعيه للنساء، لان هذا واحد التحدي مهم. وكذلك نتملكوا هذه الثقافه الديمقراطيه من خلال المساطر، من خلال اليات ديال الديمقراطيه التشاركيه، وكيفاش نتملكوا كذلك المعرفه في مجال التشخيص من زاوية النوع الاجتماعي، ونتملكوا الآلية ديال مناهضة العنف ضد النساء بنفس المقاربة اللي تكون المغرب كامل كل الجمعيات النسائية تكون كتشتغل على نفس المقاربة باش نقدروا بالفعل نفعلوا الدور ديالنا كمرصد عيون نسائية، كجمعيات نسائية اللي كتشتغل على مناهضة العنف. ودائما كنقول وغادي دائما غادي نعيدها بان كيبقى دورنا كمجتمع مدني مهم، ولكن لا يعوض مسؤوليه الدوله في النهوض بحقوق النساء وحمايه النساء، لان الدور الاول اكيد الدور اللي خصنا نركزوا عليه، لان الجمعيات ما غتحميش النساء، ولكن الدوله مطالبه بحمايه النساء. هذه مهمه جدا، جمعيات تتعاون ولكن ما تحميش مرصد عيون النسائيه. سمعتي استاذه زهره، في الادبيات الدوليه كاين الحديث على ما يسمى بالعنايه الواجبه للدوله، الدوله ملزمه باش تبذل واحد العنايه اللي كتعتبر واجبه عليها ومسؤوله عليها تجاه النساء من اجل القضاء على العنف وعلى التمييز. استاذه حياه نديشي،
اولا في الحقيقه انا بالنسبه لي اهم شيء هو ان المراه المغربيه تلقى راسها في القوانين المغربيه، يعني توجد قوانين غير تمييزيه على جميع المستويات، اولها قانون العنف اللي احنا ومشروع القانون العنف اللي كنشتغلوا عليه طبعا كحركه نسائيه، المسطره الجنائيه، يعني جميع القوانين التمييزيه بما فيها القوانين اللي كتشتغل ايضا حتى على التمثيليه السياسيه للنساء. دونك كنتصوروا ايضا عندنا تصور على تنميه ترابيه مستجيبه للنوع الاجتماعي، تنميه ترابيه احنا كنشتغلوا دابا كنهضروا على الجهويه، كنهضروا على ضروره تنزيل السياسه الترابيه، فاحنا كنقولوا بان اليوم الدوله ملزمه بانها دير سياسه ترابيه مستجيبه للنوع الاجتماعي. مع اللي طرحت لمياء اكيد على المناطق أكيد في القرى وفي أكيد أكيد، لأن الشغال على المستوى الجهوي كيطرح إشكالات أخرى طبعا نتوافق عليها جميعا على المستوى الوطني، ولكن فاش كنشتغلوا على مستوى الجهات على مستوى القرى على مستوى يعني مجموعة ديال على مستوى التراب يعني على مستوى المناطق فكتبان إشكالات أخرى. دونك أول حاجة القوانين، السياسة بمعنى فاش نهضروا على السياسة فاحنا كنهضروا على الصحة، صحة للنساء، كنهضروا على الشغل، كنهضروا على التعليم، كنهضروا على جميع الأشياء اللي ممكن أنها تعيش فيها النساء بدون تمييز، يعني المرأة تصبح وتكون غادة وهي مرتاحة حاسة بنسيم الحر يعني داخل والمساواة. جميل جميل، تحسوا بهذه الرؤية هذه قريبة ولا بعيدة بزاف؟ التصور ديالكم في الحقيقة بعيدة المنال ولا قريبة المنال؟ أنا دائما متفائلة والتفاؤل ديالي هو اللي كيخليني نتواجد في العمل النسائي. الحمد لله تحية لكم، تحية تقدير واحترام للعمل النبيل وفي شخصكم، تنشكروا كل الجمعيات النسائيه اللي تساهمت. بغينا هيئه المناصفه طبعا، كل اقرب واحد طبعا كتكمله سميره. قبيله تكلمت على ان الجمعيات النسائيه هي شريك الدوله والمؤسسات ديال الدوله، كاين واحد الفاعل اخر اساسي ومؤثر اللي كتعول عليه الحركه النسائيه الديمقراطيه والمجتمع الوطني، اللي هو الاعلام والصحافة، اللي شريك ديالنا أساسي. ما يمكنش ننجحوا في المهام ديالنا إلا ما كانش الدعم ديال الإعلام، وبالتالي يعني تهد المنجزات اللي تحقق يعني ولو أنها محدودة هي مهمة ولكن محدودة، راه كانت بالفضل ديال الدعم ديال وسائل الإعلام لنا. كذلك سميرة اللي كنبغي نقول أن ما كاينش غير الجمعيات، ولكن في ارتباط بالعالم القروي كاين التعاونيات اللي دارت واحد التحول في حياه النساء في المناطق الجبليه والقرويه اللي كانت كتشتغل ولكن كانت ضيعه سيدات من التعاونيات في المغرب، كانوا كيشتغلوا ولكن كانوا ضيعات في الحقوق ديالهم، ملي داروا تعاونيه تملكوا بزمام الامور ولاو هما اصحاب يعني تقريبا مقاولات صغيره، وكاين دخول كاين تنميه كاين تسيير ديال هذيك المقاوله الى غير ذلك. على اي سميره انا اختم على ان ما يمكنش نكونوا المجتمع المدني يكون متشائم ابدا، يعني ضروري انه كاين تفاؤل، ولكن كنقول على اننا متاخرين وبان الوتيره يعني بطيئه جدا ديال التغيير، يعني من 2011 لحد الان باقي قانون ديال هيئه المناصفه ما خرجش ولو عندنا عليه مؤاخذات، باقي مشروع ديال قانون العنف وعندنا عليه مؤاخذات، كاين خرج المجلس الاستشاري للاسره والطفوله، كاين قانون ديال العمل المنزلي ولكن باقي ما دخلش الحيز التنفيذ، كاين الكثير من الحوايج اللي خصنا نديروها. لان جميعا من اجل المساواة. وكاين محاور اخرى كنواعدوا بان نطرقوا لها مستقبلا، النساء في السجون حتى هما خصهم واحد التنميه باش تخرج قادره فعلا تدمج داخل المجتمع، واش كنعطيو واحد الوليدات ديالهم اللي تزادوا في السجن. انا الله سمحتوا لي غادي نختم بنداء لكل السيدات اللي عندهم وليدات عندهم بنيات، تنتم عندكم دور في بناء مجتمع المستقبل باش يكون المجتمع ديالنا مبني على مجتمع اسس المساواة تماما، لان المراه هي اللي تتربي هادشي في وليداتها، وباش نحقوه خص المساواة أكيد. نقطة أساسية، وباش نحقو خص المساواة تكون بعيدة على الحسابات السياسية والحسابات الإيديولوجية. المساواة هي سقف ومبدأ
غير خاضع للتفاوض. واضح. أدعوكم اللحظة إلى فقرة التغذية مع سي نبيل عياشي. تكلمتي لنا على التعاونيات تنتجوا دي برودوي أو منتوجات تفتخر بهم المغرب، منتوجات خاصة بالمغرب تنعيطوا لهم دي برودوي تيغوار. هذه برودوي تيغوار بغينا نتعرفوا عليهم من الناحية أو من الزاوية الغذائية مع سي نبيل عياشي. بقوا معنا، شكرا لكم سيداتي. سي نبيل عياشي صباح النور. صباح الخير سميرة. تنشكرك لأنك تبعتي الموجة وتنتلبسي اللون ديال النساء في العالم. شكرا لك. فاليوم غادي نتكلموا على لي برودوي تيغوار، شنو تسميهم بالعربية؟ أولا سميرة ما يمكنش يدوز هذا اليوم بلا ما نحييو النساء المغربيات اللي بكل صراحة أنا كمغربي تنفتخر بهم يعني في جميع الميادين بدون استثناء. وأنا دائما تنقول أن رسالة تنوجهها لجميع النساء المغربيات ولا النساء اللي في العالم ككل، أن بدوني كنا لا تستمر الحياة. هذه صراحة تحسن أعترف بها. وحتى الكاميرا ومنت هي تصفق سمية. هذا دليل على أن المرأة المغربية موجودة في جميع المياجات وفي جميع الميادين. أكيد هدرت قبيلة على بعض الأمور اللي ربما خاصة تزيد تحسن، وكيف ما قالت باش ختمت الأستاذة خديجة الروقاني اللي كذلك تنفتخروا بها يعني كمغربية مناضلة. بلا ما نظر عليك سميرة، ليلى، هدى، يعني جميع ليلى حدي وجميع النساء اللي كاينين في جميع المجالات، فكيف ما ختمت خديجة قبيلة كاين هناك تفاؤل، نكونوا متفائلين. وانا اكيد ان يعني الجيل الصاعد اكيد ان كاين هناك يعني مجموعه ديال الامور اللي ما غاديش تبقى ومجموعه العراقيل اللي ما غاديش تبقى. وحنا بطبيعه الحال انا كرجل يعني تنقول ان حنا مستعدين باش اننا نزيدوا ونخدموا جميع باش ان الوضعيه وان صوره المراه تحسن بطبيعه الحال وتزيد القدام. فيما يخص الموضوع ديالنا اليوم هو علاقه ديال المنتوجات المحليه ولا المنتوجات المغربيه ولا المنتوجات التقليديه بالصحه ديالنا، فاكيد ان كاين هناك واحد الاتصال ولا واحد الرابط اللي هو مباشر. والغريب في الامر ان فيما تنجيو نحللوا غذائيا هذه المنتوجات الغذائيه المغربيه اللي هي داخله في العادات ديالنا تلقاو بان عندها علاقه مباشره بالنظام الغذائي بالوقايه من مجموعه من الامراض. فنهضروا مثلا هضرتي قبيله على الاملو مثلا ولا التعاونيات اللي تصنعوا هذا المنتوج هذا ديال الاملو. فاملو من تنجيو نشوفوا ان القيمه الغذائيه ديال الاملو سبقنا وهضرنا عليه بالتفاصيل، ولكن هو منتوج غذائي 100% صحي، لان ملي تنجمعوا ما بين مكونين غذائيين املو بالعسل، املو بالعسل، لان التعريف ديال الاملو هو ان ما فيهش العسل. زيت ارغان واللوز، زيت ارغان واللوز، يعني تيجيب لنا لي زوميغا اللي هضرنا عليهم في العديد من الحلقات، تيجيب لنا طاقه، تيجيب لنا بروتينات، تيجيب لنا دهنيات. فهذه منتوجات غذائيه اللي عندها واحد القيمه مضافه على الصحه ديالنا. واللي بغيت نشير له هو ان الان في علم التغذيه ما بقيناش نديوها في السعرات الحراريه، لان اكل الدهر وشرب على هذه المعلومه ديال خصنا طاقه وخصنا سعرات حراريه، لان الان حنا ما بقيناش محتاجين سعرات حراريه بشكل كبير. فالناس اللي باقيين تظنوا بان الانسان خصو ياكل 4 المرات في اليوم وبان خصو ياخذ 3 وجبات رئيسيه وخصو يزيد وجبه ثانويه، هذه ماكولات بشات ما بقاتش خدامه. علاش؟ لان الجسم الان صبحنا تنهضروا على لا ميكرو نوتريسيون او علم التغذيه الدقيق اللي تنهضروا فيه على بعض المكونات الغذائيه اللي عندها واحد اللي هي موجوده في الطبيعه بشكل قليل ولكن عندها واحد الدور كبير في الجسم ديالنا. تنجيو نهضروا على السيكوك، تنجيو نهضروا على البلبوله، تنجيو نهضروا على التمر باللوز، تنجيو نهضروا على الزميته كذلك اللي هضرنا عليها في العديد من الحلقات وشفنا الفائده الغذائيه ديال الزميته وقلنا بانها هي غذاء اللي خصو يتخطى طيله السنه. والغريب في الامر هو ان ملي تنربطوا هذه المنتوجات هذه ببعض المناسبات، يعني كيفاش ان الرفيسه مثلا تتعطى للمراه من بعد الولاده ديالها، كيفاش ان السلو كذلك او الزميته تتعطى كذلك للمراه من بعد الولاده ديالها، يعني مجموعه ديال كيفاش ان كسكسو نهار الجمعه كيفاش ان يعني بغيتي تقول الاستاذ نبيل عياشي بان كيف ما التغذيه علاقه بالموسم باش تكون صالحه للاكل ديالنا عندها علاقه كذلك بالارض اللي هي عندها فيها. عندها علاقه بالارض، عندها علاقه بالحاله ديال الشخص، هو اصلا حالته كيفاش دايره. سبقنا وهضرنا على 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 الكسكسو، كسكسو بالتفايا وبالبولات الشعير اللي تيدار في الكنايز مثلا عند المغاربه، اللي ملي جينا نشوفوا الان امريكا تتقول لك ان ملي تيتلاقاو بطبيعه الحال ملي تنهضروا في التجارب العلميه ما تنهضروش على الغذاء، تنهضروا على المكونات الغذائيه. ملي تتجمع السكريات السريعه مع البوتاسيوم مع الفوسفور مع المغنيسيوم مع البروتينات النباتيه والنشويات عندهم واحد التاثير ايجابي على الخلايا الدماغيه. فكيفاش ملي تجي تشوف ان هادشي ماشي حنا تنقولوا، هادشي الدراسات العلميه تقول. ملي تجيو حنا نربطوه مع الاطباق المغربيه ديالنا تلقاو بان عندنا مثلا هاد الاطباق هذه اللي داخله في العادات الغذائيه المغربيه واللي عندها تاثير ايجابي. وهنا تنبغي نشير بان
المرأة المغربية ولا المرأة بشكل عام هذه الأنظمة الغذائية اللي كانت حاضرة عند المغاربة خصها تبقى. علاش؟ لأن المشاكل الغذائية ولا المشاكل الصحية اللي صبحت تعاني منها المرأة بشكل كبير، تساقط الشهر، اضطرابات هرمونية، القلق، النرفزة، الزيادة في الوزن إلى آخره، التوتر، هذه كلها عندها علاقة بالتغير في النظام الغذائي ولا بالنمط الغذائي. فهاد لي برودوي تيغواغ ولا هاد المنتوجات الغذائية التقليدية اللي خص التشجيع ديالها للأسف، أنا تنقولها وبكل صراحة خصنا نكونوا نتحمل مسؤوليتي فيها. أنا حلمي فيما يخص هذا الجانب الغذائي وفيما يخص هذه المنتوجات، ونقطة اللي كنا شرنا لها في عديد من الحلقات، أنا حلمي نشوف إشهار يشجع منتوج مغربي، إشهار في التلفازة أو رسوم متحركة تصدر على المنتوج الغذائي المغربي، أو لا ما عرفت شي حاجة اللي المدارس، المدارس قلت لي كولاسيون ولا بطبيعة الحال في المدارس مثلا، تخيل معايا مدرسة داخل اللي يعطيه معلقة ديال الزميتة ولا يعطيه التميرات مثلا، المدير تيفرق التمر على الدراري باللوز وهما داخلين المدرسة، شي حاجة اللي هذا هو التصور ديال نبيل عياش للمستقبل ديال الجيل الجديد في المغرب. شوف زيدة على الدراري في الآخر الشهر، كل دري يحسب عليه كيلو ديال التمر في الشهر، والتلميذ داخل وتستقبلوا المعلم ولا تستقبلوا المدير وتعطيه تميره، هي تميره وما يقدرش يقول ليه لا ما تنعملوش، غير غادي ياكلوا اللي عندي، غير يشوف 40 واحد قدامه كلاتو اللي غادي يعني غادي ما صحه ولدات السيده تجي تلقى ما صحه، هي عطاتها هديه ديالها، عطاتها تبسيط ديال الزميته ولا عطاتها تبسيط ديال الرفيسه، هذه امور اللي هي بسيطه جدا ولكن ترفع المنتوج المغربي لفوق، لان صحيح ان القطار المغربي الصحه المغربي المغربي اخترق القارات، الكسكسو المغربي اخترق القارات، فكاين هناك اطباق اخرى مغربيه اللي خصها تخترق القارات. علاش؟ لان في الجانب الصحي وفي الجانب الغذائي هي صحيه 100%، ما فيها حتى شي نقاش او حتى شي نقطه اللي هي سلبيه. من غنرجع دائما غنهضر على سيكو كل غنهضر على التمر، انا بغيت ناكد على التمر، التمر المغربي والتمر المجمع بين التمر المغربي واللوز هو قنبله فيما يخص الاملاح المعدنيه والفيتامينات، ولكن للاسف ما بقاش حاضر، للاسف ما بقيناش تنشوفوه، للاسف من تدخل البيت المغربي ما تحتلكش اللوز والتمر والقرقاع امور اخرى اللي انا ماشي ضدها، انا ماشي ضد الشوكولات ولا الحلويات تكون حاضره، ما عندناش مشكل باش نبدلو، ولكن ماشي على حساب المنتوجات الغذائيه المغربيه الاصليه الاصيله اللي هي مفيده 100% للصحه ديال المستهلكين. وهنا تنوه بالعمل المفيد والجميل اللي تقوم به التعاونيات في القرى وكذلك حتى في بعض المدن المغربيه، التعاونيات اللي اهتمت بهم بشكل مباشر. الضيفه المميزه ديالنا السيده لمياء بزير واللي غادي نتعرفوا على المسار ديالها الجميل جدا والاكثر من موفق مع ليلى الشوي. زيدي حاجه واحده فيما يخص التعاونيات اللي ذكرتي، فالان المنتوج المغربي اللي صبح ديال الهنديه ولا ديال الزيت ديال الهنديه، فالسبب ديالو ولا المصدر ديالو كان هناك يعني تعاونيات ديال المراه المغربيه، وحنا تنفتخروا بهذه المساله هذه. واضح. ليلى شوي بغيت نعرف اول انطباع ديالك فاش تعرفتي على لمياء بزير. انا فاش سمعت عليها وفاش قريت عليها تبارك الله عليها مسار اكاديمي، تبارك الله سيده وشابه قدرت تبرهن على القدرات ديالها في جميع الميادين، وحنا غادي نتكلموا على التفصيل بالتفصيل على العمل ديالها الجمعوي والاشياء كثيره اللي حققت وانجزتها خلال المسار ديالها. غير هي بغيت نقول سنه سعيده اولا لطاقم برنامج صباحيات وعلى الانجازات اللي حقق طوال هذه السنوات هذه، وسنه سعيده لكل السيدات اللي كيشاهدونا اليوم في خلال 8 مارس. مرحبا بك لمياء بازيغ صباحية دوزام. مرحبا فيك، شكرا على الاستضافة وعيد ميلاد سعيد. الله يجازيك بخير، شكرا. إذا كيف ما قلنا أنتِ تبارك الله شابة مغربية عندك 26 سنة، عملتي واحد المسار أكاديمي رائع اللي قالت عليه سميرة، وقدمت قريتي في يعني في مريتي بمجموعة من الجامعات العالمية خارج المغرب وداخل المغرب، حتى كذلك من ناحية المهنية تألقتي كذلك باشتغالك في مجموعة من المؤسسات العالمية بحال الأمم المتحدة، الجامعة العربية ومؤسسات أخرى. مؤخرا انجزتي واحد مشروع اللي هو سميتيه تمكين النساء في الأطلس أو Empowering Women in the Atlas، هي هذيك. إذا تكلميني على هذا المشروع هذا، كيف جاتك الفكرة أنك تأسسي هذا المشروع هذا؟ لأن شفنا مجموعة ديال المنابر الإعلامية تكلمت عليه وشفنا دي فيديو كذلك اللي محطوطين على اليوتيوب، فقربينا من هذا المشروع هذا. أولا كنبغي نشكر قناة الثانية حيت هي نشرات مقالات على هذا المشروع. فمبادرة تمكين النساء في الأطلس وهي Empowering Women in the Atlas هي مبادرة كتستهدف 100 مرأة من مناطق نائية من جبال الأطلس المتوسط، فالهدف هو تعزيز قدرات النساء
وكذلك تعزيز روح القيادة وروح المقاولة لدى النساء الريفيات والأطلسيات في هذه الحالة هذه، وكذلك التأثير ديالهم باش ينجحوا المشاريع ديالهم والتعاونيات ديالهم في مجالات مختلفة من بينها الأعشاب الطبية والصحية كذلك. فإذا أنا هذا المشروع درته هو صادر صراحة عن علاقة صداقة بنيتها مع نساء في جبال الأطلس المتوسط، وكانوا مصدر إلهام بالنسبة لي أنا وبالنسبة مصدر قوة كذلك، يجعلوني عمري ما ننساهم قديما نتعامل معهم. فإذا البرنامج هو غيدوم عام وكيضم حصص تدريبية تكوينية تأثيرية كذلك وتجهيز التعاونيات. وهادشي اللي خاصة السيدات فقط، هو بصراحة السيدات احنا التوجيه والتأثير فوالا خاصة التأثير، هو الصراحة خصهم الخبرة والفلوس والتأثير، ولا كاين شي حوايج اخرى اللي انت اكتشفتي من خلال هذا العمل ديالك معهم المباشر انهم محتاجين حوايج اخرى؟ هي بصراحة احنا محتاجين لهم كذلك، لاننا انا اللي شفت اننا محتاجين نبدلوا بزاف ديال النظريات وديال الصور اللي عندنا لبعضنا البعض كمواطنين، حيتاش بعض الناس كيشوفوا الفوق والتحت في المحتاج وغير المحتاج، حنا كاملين محتاجين صحيح. ولازم اننا نقاسموا بعضياتنا ونشاركوا بعضياتنا الموارد اللي عندنا. فاذا بالنسبه لهاد النساء انا اللي شفت، حيتاش انا يعني بدراساتي واجازاتي والفرص اللي عندي في الحياه كنشوف روح المقاوله في المدينه، وشفت في الباديه وفي الميدان انك هناك مقاولات، ولكن حتى وحنا معترف بهم كمقاولات، ديما كنعترفوا بهم كنساء في الحاجه، هذا غير صحيح. لذلك انا ما شفت شابات بحالي اللي مقاولات وعندهم اطار وتاثير عفوا وتدريب ودعم وصله مع الفرص الاقتصاديه ومع الاسواق، قلت علاش هاد النساء حيت تزادوا في القريه ما عندهمش الحق لمثل هاد الفرص؟ وهذا هو كندافع باش نكون واحد الرساله، هي بصراحه رساله يا ريت تكون شي الناس يكون عندهم هذه الغيره هذه ما شاء الله وهذا الحماس ما شاء الله عليك. سميره، دابا الارقام والاحصائيات الرسميه كتعتبر بان دائما كتخلص من النتائج ان اكثر النساء فقران واميه، وهذا هما اللي كيكونوا في القرى وكيكونوا في الجبال، والحال عنده ان عندهم امكانيات هائله وكان بشويه ديال المجهود وشويه ديال الدعم انا توصلوا نتائج يعني خارقه في هذه المناطق هذه. طبعا، وحنا حتى البرنامج حنا ما صممناهش من الخارج وفرضناه عليهم، انا بالعكس كان واحد التعامل تشاركي ومستمر معهم باش نشوفوا شنو هما الاحتياجات اللي عندهم. وحتى الحصص يعني التدريبيه كانت مكيفه للاحتياجات ديالهم، كانت باللغه الامازيغيه وكانت كذلك التدريب الامازيغيه تعلمت شويه تعلمت شويه ماكرهناش الشكل اللي ما رمرتي تفرجوا فينا حتى اليوم المناطق باللغه الامازيغيه يلا تسدلي بازيغ. نورتينا في هذا اليوم الجميل هذا. انا عرفت بان عندك احلام كثيره، اليوم بغينا شنو هو الحلم اللي بغينا نلخصوا ديال لمياء بازيغ؟ شنو هو الحلم ديالك لمياء؟ ما نتكلموا على الحلم، انا بالي عمله كله وراء وخلفيه، يعني ماشي اعتباطي
ولكن مفكر فيه ومؤطر يعني بخلفيات اللي كتكون منها قناعاتها وافكارها وذكائها وذكائها وبزاف د الحوايج. شكرا. انا بصراحه انا ما رجعت للمغرب، رجعت يعني للواقع شيء ما، وانا اللي كنبغي نشوف المراه المغربيه انها اولا تكسب الاحترام والتقدير من كل الاطراف، لان كنشوف ان المراه المغربيه كتعاني وقيمتها غير معترف بها، يعني كل مجالات الحياه الشخصيه، الحياه الاجتماعيه، الحياه المهنيه، ويعني هذا الشيء كيرجع للتربيه اظن. كون كنا خاصنا نربيو اولادنا وبناتنا باحترام وتقدير قيمه كل انسان بصراحه، مراه او رجل، وهذا الشيء خاصو واحد العمل من كل الجوانب، وكنشكركم على العمل اللي كتاديوه في هذا المنبر. اما انا الحلم ديالي هي انني نستمر في هذا العمل هذا، انني كل الاشياء اللي كنكسبها كفرد ما نكونش عندي حسابات ضيقه اللي نجح بها انا ولكن نفيد بها الاخرين، ما شاء الله. واكثر من ذلك برافو عليك، بارك الله عليك، غير برافو عليك، نفيد بها اكثر من ذلك الناس اللي ما كانش عندهم نفس الفرص اللي عندي انا، حيتاش عندهم مواهب كذلك وعندهم طاقه، وكنتمنى ان نتقاسم معاهم هذه الفرص. والكلام خرج من القلب لانه يوصل للقلب، ما شاء الله. انا سعيده بهذا الشيء اللي وصلتي ليه لامياء والمسار اللي مشيتي فيه، لانك قبيلة في الكواليس قلتي لي بانك كنتي باغيه تكوني مذيعه للاخبار باحلى القنوات العالميه. بارك الله عليك، ما شاء الله عليك، الثقافيه والسياسيه ايضا ما شاء الله عليك. سعيدنا كثيرا التعرف عليك باستضافتك هنا في صباحية دوزان، ما تبخليش علينا بالزيارة وقت ما كان عندك الجديد. شكرا لك، شكرا للأستاذة خديجة الرقاني. نعم، التطوعي ديالك عايشة، نحن موجودين، غنديروا واحد الحدث وطني ان شاء الله بالنسبة للشابة والمرأة القروية، وغنعرضوا عليكم ان شاء الله. مرحبا. لا ماشي غير تعرضي لنا، حنا خصنا نخدموا حتى حنا تغطية، ما غير تغطية، نخدموا بيدينا حتى حنايا. وعندي واحد الصورة كنخدم بيدي، مرحبا بك. صافي، لا مرحبا. انا كنقول لمياء ان عملها كيتلاقى مع العمل ديال المجتمع المدني، وضيوغيره جزء من المجتمع المدني. مرحبا بك، انت راه عندك واحد القناعه بالمساواه ما بين النساء والرجال. مرحبا بك داخل الحركه النسائيه الديمقراطيه، وفخر لينا ان يعني تعزز الحركه النسائيه الديمقراطيه بك. هذا نموذج للشابات وكذلك للشباب. سنه سعيده على الكل اللي حاضرين واللي غايبين. صباحية دوزام أخص بالكلام كل المستشارين، كل يعني كل وجوه اللي تطلع لكم كل صباح صباحية دوزام، سنقول لهم سنة سعيدة وشكرا لكم. سيد المخرج سيم دمون، الطاقم التقني بالكاميرامان بالفلاريجي كلها، شكرا لكم على العمل اللي تقوموا به في سبيل إيصال المعلومة للبيوت كلها ديال المغاربة. شكرا لسمية، سمية اللي هي كاميرا ومن حضرة معنا في عيد المرأة اليوم. عشان نقول لكم تلقوا بكم غدا، لأن الحياة تستمر غدا إن شاء الله. غادي نتكلموا في الفقرة القانونية على تعدد الزوجات، هذا موضوع حدث الكثير من الجدل مؤخرا. نعرفوا مدى صحة الإشاعات اللي رايجة هاد اليامات. غدا كذلك غادي نخصوه لسرطان الثدي، غادي يكون معنا الدكتور نوف المامو، وكذلك رئيسة جمعية ليزاني دو روبون روز السيدة لطيفة الشريف اللي غتكلم لنا على العمل الجمعوي. هانتي لاحظي معايا حتى في المجال الطبي فهما ناشطين تبارك الله بطريقة عجيبة جدا. هتكون معنا معك، تنتمنى أنها تكون معنا للا منى الصديقي اللي هي ممثلة عزيز علينا بزاف واللي عاشت ظروف قاسية الأيام الأخيرة، فكونوا معنا في الموعد صباحية دوزام، نحبكم كثيرا. ما ننساش طاقم، غير طاقم تقني، الطاقم الفني، لي ماكيوز، كوافوز، لي زابيوز، كلشي اللي تخدم معنا صباحية دوزام. عيد ميلاد سعيد بطوام الصحة والسلامة على كل الأفراد ديالو. شكرا لكم على الوفاء ديالكم. صباحية دوزام، إلى اللقاء.